you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. عملاق الصناعات فولفو اكثر السيارات امان. هذا من اكثر السيارات شهرة في السويد واكثرها رغبة. S90 واحنا نصيح لها S90 في السويد. سيارة لمس. صندوق السيارة هذا العضوية الليد. نشوف دواخ. دواخل السيارة جلد طبيعي. هذا لل عنده مشروب او طعام يحطه هنا، واللي عنده مشروب يحطه هنا. هذا مال مشروب وهذا مال طعام. لونها اللون الابيض الثلجي. هاي هنا عندنا ما شاء الله علامة الفولفو المشهورة. هاي عندك هنا ألمنيوم. جير أوتوماتيك 8 جير. ستارت. بصمة. تشغيل. هذا الويل مال تغيير نمط السرعة. هنا الجداحة اللي أو شاحنة تشحن. هنا مفتاح، ممكن مفتاح مشروبات. هاي هنا الشنطة الصغيرة والشكمة كان صيح لها بالعراقي، ضم بيها أغراض. هاي هنا شاحنة التليفون. هذا الكرسي من نامبعين أوضح النمط الرياضي. هاي بزنس سيارة، بزنس كار. هذا الويل ألمنيوم حجمه 18. أربعين 45 عرضة و 15 وعمقه 4.5 سم 4.5 سم. كراسي سيارة بيهم ذاكرة. هذا كرسي واحد، كرسي اثنين بيهم ذاكرة. رجعت على ذاكرة رجع على مكان القديم. الجامع بيها منظور الثالث اللي تشوف الجزاوية الميتة، زائدا هذا الإطار. هذا الإطار يطلع لك التنبيهات إذا سيارة خلفك أو لا. خلينا نشوف محركها. بسم الله ما شاء الله، هذا محرك السيارة كله مغلف ما يبين أي شيء. 4 سلندر عليها تخفيض السيارة. سعر السيارة 41,000 دولار، كانت ب 45,000 ناقصيها 4000 يعني 40 ورقة.